جزء كبير من المصريين بيعتقدوا ان الاله بس ملهوش وجود، وانه نوع من الفكاهة يعني والخيال. اغلبنا ايضا ما سمعش بيه الا من خلال الفنان عادل امام في احد افلامه، لكن في الواقع الاله بس بيمثل اله الفكاهة والمرح لدى المصريين القدماء. دكتور عبد الحكيم صغير، مدير معبد حتحور بدندرة اللي بيضم أكبر تمثال للإله بس، قال إن الإله ده بيرسخ وجود وتجذر روح الفكاهة عند الشعب المصري من زمان قوي. نشوف تقرير عن هذا الإله. يعتبر الإله بس من أبرز معالم معبد دندرة اللي حنشوف ليه تمثال مشهور جدا مكانه على يسار الداخل من البوابة الرئيسية للمعبد. الإله بس كان يقوم بدور الفكاهة والمرح، كان بيعمل حركات ويقوم بحركات بهلوانية أمام الملك والحاشية حتى يتمكن من إدخال السرور على بالنسبة للملك والكهنة. شكله مضحك، فالزبائن كتير بتحب تبص عليه وتتصور معاه إن هو إله المرح، وأحلى من ده كله اسمه بس، يعني اسم غريب واسم مضحك، وشكله زي ما هتشوفه طبعا في الصور بيوحي للمرح والسعادة في مصر القديمة. وهو معبود يجمع ما بين الهيئة الحيوانية والهيئة البشرية. طبعا لو بصينا عليه بيجمع يعني شكله أو أقدامه نفسها تمثل القردة، قريب من القردة أو قريب من القرد، بالإضافة إلى الوجه العريض زائد الأنف الأفطس. كانوا المصريين القدماء بيستخدموا الأقزام، شكلهم كان بيبقى مرح، فهم اللي كانوا بيلعبوا الأطفال وبيهتموا بالأطفال، فعلشان كده عملوا رمز لإله الرعاية بالأطفال، الإله بس. الإله بس هو شكل القزم بشكله اللي احنا شايفينه ده، وهو المسؤول عن المرح في القصر والرعاية بالأطفال. معروف أن عندنا في الحضارة المصرية القديمة كانت عبارة عن حياة كلها جد وكلها عمل واجتهاد، لكن في فترات الراحة طبعا المصريين القدماء تعبدوا لهذا المعبود، وهو المعبود بس،